السلام عليكم اخوان ورحمه الله تعالى وبركاته. الاخوان اليوم غادي نشارك معكم واحد الفيديو ان شاء الله اللي غادي تستافدوا منه. وبزاف الاخوان كما لاحظت مؤخرا بلي ان دابا الوقت ديال القرع يعني كيتشكاو بزاف يعني من الموسم ديال ديك القرع، يعني بالنسبه للصيف الجديد راه ما كاينش لهم شي. اليوم ان شاء الله نشارك معكم الفيديو هذا اللي غادي تستافدوا منه يعني، والطريقه يعني اللي فعاله باذن الله يعني ما كيموتوش يعني. المهم غادي تستافدوا منه ان شاء الله باش كما تشوفوا معايا. اول حاجه كما كتعرفوا يعني الطير كتجيبو من الطبيعه راه ما كيعرفش يعني هنا كيعملوا في القفص، راه الا عملتي ديالك في القفص راه ما غاديش يعيش لك يكون هاني، على حسب كتجيبو من واحد الطبيعه يعني كيكون كيطير سين كتجيبو كتعملو في القفص يعني راه ما يعرف ياكل ما يعرف يشرب. كاين يعني شي بعض الاخوان يعني كيقول له اخر راه ضارب مثلا 4 ايام ولا ضارب 3 ايام ولا هادي كيشوف برو ديركس كيعملو في قفز يعني الطير ما كيعرف علافه ما كيعرف من يشرب يعني كيبقى هو تما الطير كيدور يعني حتى كيجيب الله التيسير كيموت. اليوم غادي نشارك معكم يعني الطريقه اللي كنستعملها انا وفعاله 100% يعني والحمد لله يعني ما كنجبرش يعني فيها شي صعوبه. ومن ناحيه الطيور يعني كون هاني ما يمسلك شي طير باذن الله الا لمس بالمزد الله يعني من ناحيه الماكله يعني ماكله شي ولادي راه ما غاديش يموت لك ان شاء الله. وبالنسبه للاخوان يعني اللي كيشريو مقانن ويعني مثلا بحال نقول لك يا اخو قال له عنده سيمانه ولا 4 ايام ولا المهم جوج سيمانات ولا هادي يعني بنادم واخا يقول لك يا اخو يعني ما تثقش يعني الواحد يا اخو خصو يبيع راه كيبغي يبيع واللي كيشري راه خصو يشري يعني واحد خصو غير يبيع وياخر عاود خصو غير يشري يعني ما كيتلاقاوش واحد كيكذب من هنا واحد كيكذب من هنا واحد كيطيح بالسلعه داخر وهي مشاهد. المهم نبدا معاك باش ما نطولش عليكم. اول حاجه الاخوان خصكم شي كاخون بحال هذا يعني معدله ما فايتاش هنايا 10 سنتيم من ناحيه د العلو مغطيه بالشبكه. ومهم الشبكه هذه كما كتشوفوها زينا. وبالنسبه للماكله كلشي يعني غادي يكون في الارض ان شاء الله الماكله في الارض. من ناحيه الماء كنستعملو بحال هادو يعني انا كنستعمل هادو اللي طندتهم فيهم هاد الكومات هادو يعني هاد الكومه هادي بحال الكومه الماء يعني الكومه الماء اللي كنستعملو كنقطع طريفات باش كتجينا مع هادي هي هادي كتجي حساب يعني هادي ملي كتعمرها بالماء وخا الطيور يعني كيطلعو فوق منها ولا هادي ما كيفزقوش يعني كما كنقولوا هذه يعني واخا يسطن فيها ما غاديش يهبط لي اديل. هذه من جهه، من جهه اخرى عندنا الماكله. الماكله الاخوان يعني ماشي تجيب الطير تعطيه الزوال، في الطبيعه راه كياكل من الشوك كيقصات على الشوك، تينا تجيبو تعطيه الزوال ما كيعرفش الزوال، ضروري خصك تخلط له تعمل واحد الميرونج يعني شي ماكله اللي غتغسلو بها المعده ديالو وتدريجيا تدريجيا كتدخل له الزوال. من ناحيه الماكله قلنا عندنا خصي عندنا نوار الشمس، عندنا نوار الشمس كنضربوها في مونينيكس كنطحنوها كترجع بحال هكا ها مشى. كنزيد معاهم عندنا هنايا الزري هاد الكتان، الزري هاد الكتان هادي شريها واحد 3 دراهم على حسب الطيور اللي عندك. عندنا هنايا البيريلا وكنزيد معاهم الزوان، الزوان دائما رئيسي كنعملوه زايد شويش يعني باش يتعلموا ياكلوا لنا الزوان يعني كي هادي كيقتاتوا عليها. المهم هادشي كامل كيقتاتوا عليه وكنعملو لهم الزوان رئيسي تدريجيا كنبقاو نقصو لهم من هادشي وكنزيدو لهم في الزوان تدريجيا تدريجيا واحد 4 ايام 5 ايام كتجبرو يعني بدا كياكل الزوان. ان شاء الله دابا غادي نوريكم كنعملو هادي هنايا كنشبرو الماء كنعملو في واحد القنص كما كتشوفو. هادي انا عامل هنايا فيها الجبادة الاخوان يعني كاملة دايرة واحد الجهه هادي البويبه كنعمل فيها هنايا الجباده يعني باش تدخل يدك تجبد المسائل بحال هادي. دائما خاصها تكون عندك الا كنتي مربي يعني في ساعات باس وتحتاجها في ساعات قرع تحتاجها يعني اي وقت غادي تحتاج بحال هادي. بالنسبه للماكله كنشبروا الماكله الاخوان نترشوا الزوان هو الاولاني نديروا بحال هاد الزوان يعني الماكله في الارض كلشي في الارض باش الطير في مادر كيجبر الماكله. يعني ما كنعملوش داكشي كامل يعني بشويه بشويه كنبقاو نبدلو لهم. دابا ان شاء الله غادي نجبد لكم
واحد البركه عندي هنايا ماشي بزاف ولكن اي باش نوريكم وصافي. انا الاخوان حتى الطير حتى بالنسبه للطير يعني كيجبر الراحه ديالو يعني ما كيبقاش الا كان قفز كبير كيبقى يطير من هنا لهنا. دابا هادي واخا هادي غير غتغطي غيتكلم الطير ما يبقاش هيدا كي قولوا ما شاء الله. يعني كما كنلاحظوا بزاف الدراري في الجروبات يعني كيقول لك اه شريت الطير ضرب 4 ايام مات شريت الطير، ولكن الطير مسكين لا حول ولا قوه عنده يعني المربي اللي خصو يتعامل مع الطير. يعني الطير لا ما كانش يشرب ولا ما كانش يكلا خصو ضروري ياكل. من ناحيه الطير كيكون حدا المربي يعني حتى لا بان له شي طير يعني راه مقروص ولا شي حاجه راه كتكون غير من الماكله خصها ضروري تكون عنده السورينغ. من ناحيه السورينغ عاود الاخوان يطحن غير شويه الزوان مع شويه الزوان مع البيريلانيت مع هاد الزريعه اللي كتسان حتى هي كيزيد عليهم شويه سيريلاك كيخلط كيضربها له نيشان الحنطوره ديالو. دابا الاخوان نعمروا لهم الماء. الماء كما كتشوفوا يعني الماء نعمروا لهم الماء الطيور كيبقاو مكرمين. من ناحيه الاخوان واحد الحاجه اخرى يعني الطيور يعني لقاو هذا يعني هما كيبقاو كيفارطو صافي يعني ما يجلسوش. شني كنعمل لهم انا عندي هاد البومبيه هادي دكواريوم هادي كنعمل لهم من جهه الماء وكنغطيهم باش كيتكرموا يعني كيكون عندهم الضوء. هانتوما كما تشوفوا دابا يعني ها هو الضوء يعني الماء هو باين يعني هما ديريكت كيشوفوا الضوء يعني كيجيو من جهه الضوء. ملي كيجيو من جهه الضوء كيجبروا الماء كيشربوا الماكله في جهه والماء في جهه. وهيدا غادي نكونوا استفدنا مع بعضياتنا وطلبوا الله التيسير للجميع. وبالنسبه للاخوان اللي كيبيعون يعني المبتدئين راه لاحظنا مؤخرا ما كاين غير صباط المساوي الله يهديهم فلوس كيتقادوا. وكاين شي بعض الاخوان يعني كيشبروا حتى محمر في الساعه تقرع دابا. والا لاحظنا الاونه الاخيره يعني القرع راه ما بقاوش يعني بحال العيمه اللي فاتوا بحال هذه. بالنسبه نعاود رساله لشي بعض الاخوان اللي كيقول لك قرع ب 50 درهم قرع ب 30 درهم قرع ما عرف شحال. الا عندك شي مبيان ديو من عندك ان شاء الله. هذا هو المفيد. المهم تشاركت معكم التجربه ديالي الحمد لله ما مات لي حتى شي طائر يعني من خلال دابا هاد المعلومات هادو. كما كتشوفوا الطير هو كيمشي للماء. وطلبوا الله التيسير للجميع والله يوفق الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. المهم الدراري اللي عجبو الفيديو يعمل مشاركه. الدراري الله يديهم على بعضيتهم موالع الله يديهم على بعضيتهم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هانتوما الإخوان كيما كتلاحظو في بعض الطيور راهي كتاكل وبعض الآخر باقي كيدور مين يهرب. ولكن كما قلت لكم يعني غير تغطي الطير صافي كيتكلم. هانتوما كما كتشوفوا الطير الى عملت فيه قفز كبير راه ما غاديش ياكل. هيدا اللهم تكون عندك وحده فحال هذه يعني في الدار واخا تكون يعني غير صغيره مثلا. هما الاخوان كما كتلاحظوا هنايا الطيور كيشربوا ما شاء الله. اللي بغى يشارك انتوما اخوتي كملوا 1000 تعليق ومرحبا.